وهمتكم عليكم شو صوتكم ناصي مو طول عافيه ريح هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس اني سالت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا اريد واحد يفهمنا بيها قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الانسان ويهاجمه ها وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهاز التنفسي قلت له ما لي خنقه يعني يلزم اخواني يقوم مثلا رقبته قالوا لا قلت لهم لعد شنو هو الفيروس اله خشم اله حلق عيون قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر يعني رأسا اتنخيت قلت انا اخو هذا لا يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف الا بالمجهر هي هاي المرجله هي هاي الزلم شو وقت تهتز شواربكم وما تخافون من الكورونا ها مع الاسف مع الاسف انتم احفاد القعقاع تلبسون كمامات قبل لحظه انا اتصلت بالرفاق الابطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس اريد موقف جدي قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطه مخلوطه بالفيروس بالكورونا قلت لهم عافيه يعني ما تخافون منه قالوا لا احنا ترباتك احنا ابناء العراق ما نخافوا من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم